في سابقة لا يقرها عقل في عالم البحث الأكاديمي، انتقلت تداعيات نقاش بشأن ترقية باحث مفكر إلى درجة الأستاذية في الجامعة، من قاعات التدريس إلى ساحات القضاء، حيث صدر حكم بالردة على المفكر المطالب بالترقية، وتلا ذلك مباشرة حكم آخر بالتفريق بين المفكر وبين زوجته استنادا لقانون الحسبة، وأيدت محكمة النقض حكم التفريق، فلم تعد هناك فرصة للطعن بالحكم. هذا ما أرغم الزوجين عام 1995 على الفرار لاجئين إلى هولندا للإبقاء على أسرتهما، فعمل الزوج أستاذا زائرا للدراسات الإسلامية بجامعة ليدن حتى مات عام 2010. المفكر هو الدكتور نصر حامد أبو زيد المختص بالدراسات الإسلامية في جامعة القاهرة، والزوجة هي الدكتورة ابتهال يونس أستاذة الأدب الفرنسي بالجامعة نفسها. أما الحكاية وما رافقها من فصول فيسردها الدكتور نصر حامد أبو زيد في كتاب التفكير في زمن التكفير الذي صدر عام 1995، وهو يوثق المعركة الفكرية التي لم تشهد الحياة الثقافية العربية نظيرا لها منذ معركة في الشعر الجاهلي لطه حسين، والإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق. حين كان يكتب أبحاثه اعتقد بأنه ينجز مفاجأة للمثقفين حول تجديد دراسة الخطاب الديني، لكن المفاجأة جاءت معكوسة وأخذ به إلى المحكمة ليحاسب على ما اقترف من التفكير خارج الصندوق، وكأن لسان حاله يقول لهم: أنا دخلت إلى الدين من باب الفكر. قالوا له: بل خرجت منه من باب الكفر. حكموا بالتفريق بينه وبين زوجته، وبعدم جواز مجالسة طلابه له وأخذ العلم منه بعد الحكم. لقد بكى أبو زيد حين غادر مصر مع زوجته خلسة إلى سوريا في طريقه إلى هولندا، وبكى في دمشق هامساً أنه سيموت خارج بلده، لكنه أخطأ في نبوءته فعاد إلى بلده قبل وفاته بعدة سنوات زائراً يلقي المحاضرات ويلتقي الباحثين قبل أن يصاب بعدوى نتيجة فيروس مجهول، فينتقل إلى مستشفى بالقاهرة وهو في غيبوبة تامة، فارق الحياة على إثرها عام 2010. ماذا فعل الدكتور نصر حامد أبو زيد حتى اتهم بالكفر ولقي هذا المصير؟ ماذا تناول في كتبه ومؤلفاته؟ وبأي النتائج أقر حتى قوبل بكل هذا الرفض الكبير وبهذا الجزاء من الجحيم؟ جمع أبو زيد في كتابه التفكير في زمن التكفير وقائع مأساته ليخبر بها الملأ من حوله، وليتبين للقريب والبعيد حجم المعاناة التي بات فيها جراء أفكار طرحها كان يقصد من خلالها إلقاء مزيداً من الضوء على النص الديني لتنقية فكره وتحريره من المغالطات التي علقت به بعدما مضى عليه ركام من الزمان. ما قدمه الدكتور نصر حامد أبو زيد في مجمل مؤلفاته جاء مثيراً للجدل، ونخص بالذكر منها كتبه مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، ونقد الخطاب الديني، الإمام الشافعي، تأسيس الأيديولوجية الوسطية. فما تناوله فيها أدى إلى الهجوم عليه من داخل الجامعة التي يعمل بها ومن خارجها. يتوقف أبو زيد في دراساته التي أوصلته إلى خلاصة منجزه التفكير في زمن التكفير عند عدة محاور تتجلى في الموروث الذي هو المخزون الديني والثقافي الوافد من الماضي، وفي أدوات القراءة الصحيحة له، ومما يتكون الخطاب الديني وتأويل وتفسير نصوصه المقدسة خاصة القرآن وفق المعطيات النقدية ونظرياتها الحديثة. في نقده للخطاب الديني يفرق الدكتور نصر حامد أبو زيد بين الكتاب الإلهي الثابت المقدس أي القرآن، وبين الفكر الديني وخطابه الذي يقوم على الاجتهادات البشرية لفهم الآيات المنزلة وتأويلها واستخراج دلالاتها،
ويستنتج وفق ذلك أنه من الطبيعي أن تختلف الاجتهادات من عصر إلى عصر، بل ومن الطبيعي أيضا أن تختلف من بيئة إلى بيئة، وأن تتعدد الاجتهادات بنفس القدر من مفكر إلى مفكر داخل البيئة الواحدة. لم يتعرض الدكتور أبو زيد للنص القرآني الثابت، وإنما آمن به ومضى إلى مشكلة تفسيره، مطالبا أن يتم تفسير الآيات وفق منهجية متجددة ومتحركة، ليتحرر القرآن الكريم من المعاني القديمة وشروحات الأقدمين السابقة لصالح التفاسير الحديثة التي ستكسبها أبعادا جديدة ومعان معاصرة نتيجة التقدم العلمي والمعرفي الحاصل. وحجته في ذلك أن الصور القرآنية الكريمة تنزلت في وقت كانت الهوية الثقافية مختلفة عما هي عليه اليوم، وهي التي جاءت لتكون صالحة لكل زمان ومكان. إن الفرق المحوري الفاصل بين التفاسير القديمة والحديثة للقرآن الكريم تقوم من وجهة نظر الدكتور أبو زيد حول مركزية الإنسان، فهو يرى العلاقة الدينية تقوم على الأرضي الإنساني باتجاه السماوي الإلهي وليس العكس، أي أن مشكلات الواقع هي التي حددت فحوى الخطاب القرآني قبل تنزيله بواسطة الوحي، والعكس غير صحيح. أما التفاسير التقليدية فعزلت النص القرآني عن الإنسان، وكأن الآيات مستقلة عن وجوده، رغم أن هذه الآيات جاءت مخاطبة للإنسان. هذه غايتها الأولى والأخيرة. في الوقت الذي سجل الدكتور نصر حامد أبو زيد عيوبا ومآخذ على أصحاب الرؤية التقليدية في تعاملهم مع النص الديني، ارتفع صوتهم عليه بالنقد لطروحاته عبر منابر المساجد ومن خلال الكتابة ضده، واتهامهم له بالتعامل مع القرآن الكريم كأي نص ثقافي وليس نصا مقدسا. وتحول الرأي والرأي المضاد بينه وبينهم ما يشبه المعركة التي استعرت وامتدت إلى بعض المتعاطفين معه وبعض الناقمين عليه، وانتهت بتكفيره. كان الدكتور أبو زيد يرى خصومه مكبلين بالثوابت والأصول الموروثة دون التمييز بين العقائد القطعية والاجتهادات البشرية، وكانوا يرونه أسيراً ومقلداً لمذاهب الغربيين وفلسفتهم ونظرياتهم، ويعدها من الأصول التي يجب الاعتماد عليها. أما منجزات العلماء المسلمين في المجال الشرعي واللغوي فهو يصفها بالتخلف، ويرى أن التطور العلمي قد تجاوزها، ولا يجد حرجاً في تجاوز ما أجمع عليه العلماء إذا ما خالف أقوال أحد النقاد الأجانب بحسب زعم خصوم هذا المفكر. لقد رأى خصومه أنه لا يميز في طروحات تفكيره بين ما هو إلهي وبين ما هو بشري، فانحرف عن الإلهي وثوابته بحجة مسايرة العصر وتقدمه، ومضى في كتبه نقد الفكر الديني ومفهوم النص والتفكير في زمن التكفير إلى إلغاء ما جاء في آيات الميراث، مطالبا بأن تكون فيه حصة المرأة مساوية لحصة الرجل، وداعيا إلى وجوب إسقاط العقائد والمفاهيم والأحكام التي لا تتناسب مع الارتقاء المعرفي والتطور الاجتماعي المعاصر. واعتبر أن الرسول الكريم ابن بيئته الثقافية، وليست أقواله وأفعاله من الوحي، وليست كلها ملزمة. كل هذا اعتبر مخالفة صريحة لثوابت الدين، فاتهم الدكتور أبو زيد بأنه يبطن كفره بالإسلام ويظهر إيمانا مزيفا بتعاليمه، وفي النهاية كفروه. لقد دخل نصر حامد أبو زيد إلى كتابه التفكير في زمن التكفير منهكا، وقرر على سطوره وهو مليء بالألم أن النظام التعليمي من الحضانة حتى الجامعة في بلده مصر يرسخ للقيم النقيضة للحرية. وأعلن في خلاصة كتابه بعد الهجوم الذي تعرض له واتهامه بالكفر أنه لا فرق بين اعتماد تيار الإسلاميين الوسطيين المعتدلين على التكفير الفكري وبين اعتماد تيار الإسلاميين المتطرفين على التكفير الجسدي، ففي الحالتين
يكفن الإنسان بالغياب، إنما قدمه الدكتور نصر حامد أبو زيد في كتابه التفكير في زمن التكفير وفي كتبه الأخرى، جعل الكثير من الأصوات ترتفع مستنكرة طروحاته التي جاءت ناقدة للفكر الديني، ومن بينها ارتفع صوت الكاتب المصري إسماعيل سالم الذي وجه في كتابه نقد مطاعن نصر أبو زيد في القرآن والسنة والصحابة دعوة عامة يطالب فيها كل مسلم غيور على دينه أن يرفع دعوة ضد الدكتور نصر أبو زيد لإيقافه عن التدريس لأنه يدرس الكفر، كما طالب طلاب أبي زيد عدم مجالسته وأخذ العلوم منه، وطلب من زوجته الابتعاد عنه لحرمة العيش معه. وفي التقرير الذي قدمه الدكتور عبد الصبور شاهين عن كتاب التفكير في زمن التكفير وعن كتاب نقد الخطاب الديني، يقول إن نصر حامد أبو زيد يقع في مغالطة خطيرة حين يقرر أن العلمانية هي الفهم العلمي للدين، إضافة إلى إنكاره البديهيات في رصده لكل مقولات الخطاب الديني. ويقول محمود أمين العالم في كتابه مواقف نقدية من التراث، إن من الطبيعي أن تثير قراءة الدكتور نصر أبو زيد للفكر الديني العديد من الخلافات للقراءات السابقة، لأن في منهجها ومضمونها قراءة علمية مختلفة ومغايرة، ويراها تأتي في إطار الدين نفسه وليست خارجه. حاول المفكر اللبناني علي حرب انتقاد أبي زيد بموضوعية، ففي رأيه أن البحث في تفاسير جديدة للنص القرآني ادعاء معرفي لا وجود له، وأن نصر حامد أبو زيد كان يسعى إلى التستر عن حقيقة مواقفه، فهو علماني في مستوى المصرح به لكنه أصولي في بنية التفكير، أي أن أبا زيد كانت تحكمه أيديولوجيته العلمانية في قراءة النص. إن خطورة كتاب التفكير في زمن التكفير للدكتور نصر حامد أبو زيد تتمثل في كونه كشف أسوأ وأخطر مرحلة يمر فيها الفكر العربي المعاصر، فبدلاً من أن تتراوح الآراء حول الكتاب سلباً وإيجاباً، مدحاً ونقداً، فما حدث للكاتب أثبت أننا وصلنا لمرحلة انسداد فكري تؤبد الجهل والتخلف في دثار ديني مهترئ لم يعد صالحاً للعصر وفق كل الأسس أو المعايير العلمية أو العقلانية. من المخجل أن يوصف بالكفر من يحاول ممارسة الفكر، وأن يكون التكفير هو عقاب التفكير، ولأن الأفكار لا تموت، وإن طالت يد الغدر حياة أصحابها وسمعتهم وحاولت مس كرامتهم، فإن الفكر أعظم ما كرم الله به الإنسان على كافة مخلوقاته، يواصل رحلته متصدياً للتكفير، كاشفاً القناع عن وجهه القبيح الجهل والخرافة والتزييف. إنه التفكير في زمن التكفير، عصا موسى التي تلقف ما خيل السحرة للناس من سحرهم وإفكهم، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.